الأستاذ العشعش إبراهيم، رئيس اللجنة التقنية كرة القدم بمديرية بركان. تأهلنا بعد الأدوار يعني الإقليمية. الفريق ثانوية الكيندي هو اللي توج بالمرتبة الأولى في الإقليم. إذا كان علينا نجيو لمدينة درويش باش نلعبوا البطولة الجهوية. يعني وجدنا في مدينة درويش يعني لجنة المنظمة اللي كانت في مستوى الملاعب، كذلك رغم أن هناك ملعب يعني بالإسمنت هو اللي كان عرقل يعني شوية نتاعو، كانت بعض التهطلات تاع الأمطار اللي عرقلت شوية من الناحية التقنية المستوى نتاع الفريق ديالنا. إذا في يعني انتصرنا في المقابلة الأولى والمقابلة الثانية وتأهلنا للنهاية اللي كانت تلعب مساء، وجينا الثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية اللي فيه لها ملعب شوشب يعني عشب اصطناعي. هنا جرت مقابلة كان المستوى التقني جد جد ممتاز، لأن الفتيات ديالنا أبانوا عن علو الكعب ديالهم وعن الطريقة اللي يلعبوا بها. هنا يعني توجنا في المقابلة النهائية بعد انتصارنا بثلاث إصابات لصفر، وكانت مقابلة شيقة اللي استحسنها جميع الحاضرين، لا من المؤطرين ولا حتى الجماهير التي حجت إلى هذه الثانوية، اللي حظينا بها بواحد الاستقبال جد ممتاز من طرف الإدارة التربوية ولا حتى أساتذة التربية البدنية ولا مديرية مدينة الدريوش. إذا فهنيئا لكل الفائزين وحظ سعيد للفرق التي لم يتأتى لها أن تتأهل، ونتمنى نمشيو بعيد في هذه البطولة خصوصا في البطولة الوطنية. عزيز حيباش، أستاذ التربية البدنية في الثانوية التأهيلية محمد السادس، مديرية الدريوش. بالنسبة للبطولة الجهوية اللي احتضنتها مديرية الدريوش، توزعت على ثلاثة المراكز: مركز ثانوية محمد السادس بن الطيب، إعدادية بن الطيب واحد ببن الطيب، ثم ثانوية مولاي إسماعيل بالدريوش. وهاد ثلاثة المؤسسات احتضنوا في واحد الفترة صباحية احتضنوا مقابلات إقصائية في الصباح، وفي المساء تم احتضان ثانوية مولاي إسماعيل للنهائيات بين توريت وبين مديرية توريت ومديرية وجدة، واللي عن فئة 2007-2008 واللي انتهت لصالح مديرية توريت. ثم المقابلة الثانية عن فئة 2004-2005-2006 احتضنت الثانوية بطبيعة الحال تاع مولاي إسماعيل، احتضنت بين مديرية بركان ومديرية توريت، وانتهت لصالح مديرية بركان 4-0. وبالنسبة للأجواء اللي مرت فيها هذه المقابلات وهذا العرس الرياضي، مر في واحد الجو رائع وجو رياضي تطبعه المنافسة الشريفة والاحترام المتبادل بين جميع الفرق، وكل شيء تم بخير وعلى خير، والتتويج كان في المستوى، وكل الفرق مشات راضية على هذا العرس الرياضي ومشات فرحانة، والأجواء كانت رائعة ما بين المرافقين وما بين الأساتذة، وكل شيء مر بخير وعلى خير. بطبيعة الحال هذا الاحتضان هذا ديال هذا البطولة الإقليمية البطولة الجهوية، النجاح ديالو كيرجع بطبيعة الحال الأساتذة ديال التربية البدنية ومفتش المادة اللي داروا واحد الجهد كبير لعدة أيام قبل التظاهرة، والحمد لله توفقوا والنجاح كان باهر بشهادة الجميع. السلام عليكم، سميتي حسنة العامري، كنمثل ثانوية الكيندي، وفرحنا بزاف حقاش لعبنا ضد هاد الفرق وكانوا في المستوى، والحمد لله ربحنا، وكنشكر كاع المؤطرين والاساتذه اللي جاو معنا واللاعبات كانوا حتى هما في المستوى. نهدي هذا الفوز للمدير ديالنا والصديقات ديالنا والاساتذه والسي عماد وكل شيء. الاسم ديالي ارياني فاطمه الزهراء، لاعبه نهضه بركان. لعبنا هاد الكاس ديال الثانويه الكيندي باش نتاهلوا، ولعبنا جوج ماتشات قويله شويه، وهذا هو اللي خلانا نتاهلوا باش نلعبوا هنايا في هاد الثانويه ونلعبوا ضد هاد التلاميذ ونكونوا قدوه ديالهم في لي ماتش. والمهم هاد الفوز كنهديوهم المدير ديال الثانويه الكيندي والسي عماد والمؤطرين، كنشكرهم بزاف.